السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، وتحية طيبة لكل متتبعين قناة ساري سي سي تا ايكونوميست. قبل ما ابدا احكي عن موضوع هاي الحلقة، بدي احكي عن نقطة كتير اساسية. في كتير تعليقات وصلتني من المتتبعين انه ما بيفهموا لغتي الدارجة المغربية، لهيك قسمت فيديوهاتي الى فيديوهات اللي بتكون فيها فرص خاصة للمغاربة بيحكي معهم بالمغربي، وفيديوهات اللي فيها فرص لكل العرب بحاول احكي معكم بالعربي بهدف الكل يفهم كلامي. وهلا ارجع لموضوع الفيديو. تقدم جامعة جرانينج في هولندا منح دراسية لدراسة الماجستير في اللاهوت والدراسات الدينية. هذه المنح متاحة للطلاب الدوليين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يريدون أن يحصلوا على ماجستير في الدراسات الدينية. بالنسبة لهذه المنحة، هي منحة مقدمة من أعرق الجامعات الأوروبية اللي بتقدم تعليم كتير عالي ومستوى كتير راقي للطلاب الأجانب. هاي المنح متاحة لكل الطلاب العرب. بالنسبة للتخصصات المتاحة لهي المنحة، في 4 تخصصات: الدين والتعددي، الماضي والحاضر، الدين، الصراعات والعولمة. ثالث تخصص هو الدين والتراث الثقافي. بالنسبة لآخر تخصص الدين والصحة. بالنسبة لقيمة المنحة الدراسية، تبلغ قيمة المنحة الدراسية 5000 يورو. يتم منحها لبرنامج درجة الماجستير لمدة عام واحد في أحد التخصصات المذكورة. بالنسبة لشروط الأهلية لهي المنحة، يجب على المتقدمين تلبية المعايير التالية. هي المنحة وضعت 7 شروط أساسية. أول شرط هو امتلاك جواز سفر غير تابع للاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ثاني شرط الحصول على قبول مشروط لأحد المسارات 3 في اللاهوت والدراسات الدينية في الجامعة. وثالث شرط هو امتلاك أداء أكاديمي ممتاز في البكالوريوس. رابع شرط يجب ألا يكون المتقدمون قد حصلوا بالفعل على درجة الماجستير من مؤسسة تعليمية في هولندا. وخامس شرط يجب على الطلاب المتقدمين لهذه المنحة إتقان اللغة الإنجليزية بطلاقة وفقا لمتطلبات القبول في البرنامج. بالنسبة لسادس الشرط، يجب أن يكون المتقدمون متاحين طوال فترة البرنامج وقادرين على المشاركة فيه بأكمله. بالنسبة لهذا الشرط، الحضور ضروري في البرنامج الماجستير. وآخر شرط تأكيد خطيا على موافقتهم على المنحة عندما يتم منحها للطلاب الأجانب. بالنسبة كيفية تقديم طلب لهذه المنحة، للتقديم على المنحة الدراسية يجب تعبئة طلب تقديم. بالنسبة لطلب تقديم، تجدون رابط التقديم في صندوق الوصف مع إيميل الجامعة لإرسال المستندات التالية. المستندات المطلوبة في هذه المنحة: نسخة من خطاب قبول مشروع من جامعة جرانينج، وثاني مستند خطاب توصية من دكتور أو أستاذ قام بتدريسكم في البكالوريوس، وثالث مستند نسخة عن السجل الأكاديمي، ورابع مستند رسالة الدافع بحد أقصى 500 كلمة والتي توضح فيها الأسباب التي يجعلك مؤهلا للحصول على هذه المنحة، وخامس مستند وهو الأخير السيرة الذاتية. بالنسبة للموعد النهائي للتقديم لهذه المنحة هو 1 مارس سنة 2020. وأتمنى لكم التوفيق يا رب في المنحة، وأستودعكم الله إلى منحة جديدة ودولة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم.